هذا من البدع أن يعول على هذا العدد بأن يفرع من خلال 40 يوما أو 70 مرة أو 3 مرات يفرع عليها أدعية معينة أو علاج معين على أنه سيحصل له كذا من الخير أو يندفع عنه من الشر كذا، فهذا من البدع، لأنه لا يذكر الأجر المترتب على هذا الفعل إلا من له علم بالوحي وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من تلقى هذا العلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم استند المتصل الصحيح، ما عدا ذلك يكون ابتداعا. قد تجرب بعدد آخر فينفع الله به، فالمعول عليه على ما في القلب، وقد يستجيب الله عز وجل لهذا الرجل لما دعا بهذا الدعاء بهذا العدد المعين ابتلاء وامتحانا له ولغيره، فقد يعطي الله عز وجل المبتدع ما يريد فتنة له أو فتنة بغيره. ربما يأتي إنسان إلى قبر ولي من الأولياء ويقول إن زوجتي عقيم وأسألك أن تشفع لي أو أسألك أن تجعلها ولودا وهي عقيم، فيتحقق ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل، كما قال عز وجل عن القبلة: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لا يجوز الابتداع، ولنا فيما أتى به الشرع فونية. يعني لو أتى هذا الشخص عن طريق التجربة ولم يجزم، ربما تأتي أنت بشيء، يأتي الآخر بشيء آخر، ويأتي الآخر بشيء آخر. إذن أينما دلت عليه النصوص الشرعية دلالة قطعية من أنه نافع مفيد سيعرض الناس عنها، فيضيع الدين بسبب هذه التجارب التي يقولون إنها تجارب. انظر، تجارب في العلاج الحسي، تجارب الطبيعي هذا لا إشكال فيه، لكن لا تأتي بتجارب من أدعية أو شيء من الشرع وترتب على عبادة معينة أو على دعاء معين شيئا، لا، ما يجوز، ليس لك حق. وهذا بوابة إلى أن يقع الإنسان في مثل ما وقعت فيه الصوفية